احنا ابتدينا كده خطفناك على طول على الاختيار لان كان لازم نبدا بيه، بس عايزين نعرف اكتر ونعرف جمهور برضو الاهلي معتز حسين، فاحكي لنا في البدايه انت اصلا دارس تمثيل ولا لا؟ خلينا نعرف الاول عنك. لا انا خريج مودرن اكاديمي مانجمنت انفورميشن سيستم. بعد ما خلصت الجامعه ابتديت اخد ورك شوب للتمثيل بقى، كنت عايز اخش في الاول طبعا معهد فنون مسرحيه او معهد السينما، وانت حضرتك عارف بقى الاهالي بيرفضوا لا مذاكرتك دراستك دي حاجه سمعناها قال لك طب لو مصر قوي على الاقل مش لازم تدرس اكاديميا تمثيل، بالظبط خد شهاده عاديه واعمل اللي انت عايزه بالظبط دروسك ومستقبلك. خدنا الاربع سنين تاخد بقى الورك شوبس بعد كده من اول 2008 لحد اخر ورشه واخدها في 2019 ورشه النقابه، يعني على مدار اكتر من 11 سنه كل سنه باخد ورشه او ورشتين ورشه او ورشتين عشان اقدر اخد افكار من الاساتذه والدكاتره اللي بتديني وانمي نفسي برضه. يعني انت يا معتز مش فكره حابب التمثيل وخلاص عايز الشهره لا انت عايز تدرس، يعني انت ابتديت من الدراسه. في على فكره مش كل الناس بتبقى عايزه تمثل بتروح وتدرس، يعني في ناس بتاخد الطريق السهل ولو راحت مش بالضروره تقعد 11 سنه بتدرس يعني. بالظبط لا انا كنت عايز انمي معلومات عندي، عايز ابقى اوير اكتر بالموضوع، مش حكايه ورشه او اتنين وخلاص واعتمد على ومش دول على تحصل عليهم لا لا وناس تواجهني، لا انا كنت عايز على مدار 11 سنه دول اعرف انا عايز ايه، عايز اوصل لفين، كل ورشه باخدها مختلفه عن التانية، كل دكتور او كل استاذ او كل حد ادانا معلومه تختلف عن التاني في كل حاجه، فصبرت لغايه ما الحمد لله ربنا كرمني وكل مدرسه باخدها بتعلم منها. بس طبعا كويس واضح جدا من كلامك ان انت استفدت يعني اقصى استفاده من الورش دي، لان مش كل الناس بتستفيد منها على فكره، هي على حسب برضو انت واخد الورشه دي فين ومع مين بالظبط والمحتوى بتاعها ايه. بالظبط زي ما حضرتك قلت انا اخدت مع اساتذه عشان مش عايز انسى بس الاسامي، اساتذه تقال جدا يعني في دكاتره واساتذه ممثلين كبار جدا انا اخدت معاهم ورش، فدي طبعا انت بتاخد الخبرات بتاعته تقدر انت تبني عليها بقى في كل دور بيجي لك او في التعامل مع الناس او في حياتك حتى المهنيه بره، دي بتفيدك برضه، اصل الورشه مش كلها بتبقى حاجات عباره عن تمثيل بس طبعا في نفس وفي حركه نفسيا طبعًا وبدنيا طبعًا وكل حاجه طبعا صحيح. طب لا انا بس لا يا كريم دي والله انا بس عشان الصوره دي طبعا مسلسل الاختيار برضه ليه كواليس، يعني احكي لنا بقى انتوا كنتوا بتصوروا الساعه كام وازاي كنتوا بتخش في الدور، يعني عارف يا كريم برضه انت عشان مثلت انا ما مثلتش فانتوا اكيد عشان يعني تخشوا جوه الدور بيبقى في استعدادات، فخلينا برضه نعرف ازاي هو والله هقول لك على حاجه، احنا بس كنا مجرد نلبس البدله زي العسكري بتاع الشرطه تحضر. انت بص بتحس بمسؤوليه فظيعه، انت مش داخل تقول كلمتين لا انت فعلا ضابط وبتبقى قائد كتيبه وبتتعامل مع الناس كلها ان انت ضابط، فبتبقى في حمل على كتافك وعلى روحك جامد قوي. الاستعدادات طبعا بقى ان احنا وقت المعسكر وقت الحاجات دي معانا ضباط كانوا حقيقيين طبعا هم بيوجهونا، لان زي ما قلت لحضرتك احنا مش حاجه دراميه، انت حاجه طبعا حقيقيه طبعا ضرب النار والنزول والخروج والاشتباكات الحاجات دي كلها طبعا تدريبات، يعني ممكن نعمل بروفا على مشهد ضرب نار او اقتحام او حاجه فوق العشر مرات لازم يعني تطلع صح، يعني اجهاد فظيع ومتعه فظيعه بالميكس كده وانت بتعمل العمل ده اجهاد بدني وذهني يعني الله يكون في عون بجد فعلا رجاله الشرطه والجيش اللي هم حياتهم طول النهار كده